أهلا بكم أعزائي المشاهدين لحلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها ملف المختطفين والأسرى وتعثره في مشاورات الكويت. في حاطته التي قدمها الثلاثاء الماضي لمجلس الأمن، قال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه تم الإفراج عن 400 مختطف كثمرة من ثمار التفاهم في اللجنة المختصة بالأسرى والمعتقلين في مشاورة الكويت، وهي الإفادة التي تلقت نقداً واسعاً من قبل سياسيين ونشطاء يمنيين اعتبروا ما جاء فيها مغالطة كبرى لا تمت للواقع بصلة، وإنما جاءت لغرض إظهار وفد الإنقلاب متجاوباً مع شروط السلام والتهدئة، في حين تبين الوقائع أن الأسرى الذين جرى الحديث عن إطلاقهم ليسوا سوى سجناء سابقين في جرائم قتل ومخدرات وحرابة وما شابه ذلك. من ناحية ثانية، فإن المبعوث الأممي يبدو أنه يسعى لأن يظهر أن المشاورات تحقق تقدماً ملحوظاً وخصوصاً في ملف الأسرى والمعتقلين، وهو الكلام الذي ينقضه الواقع وتصريحات الوفد الحكومي الذي نفى أي تقدم في أي ملف من ملفات المشاورات. إذن عن ملف الأسرى والمعتقلين داخل مشاورات الكويت وخارجها سيكون نقاشنا في هذه الحلقة مع ضيفينا من الكويت، السيد ناصر باقزقوز عضو اللجنة، لجنة المعتقلين والأسرى للطرف الحوثي وصالح، والمحامي والناشط الحقوقي السيد فيصل المجيدي. والبداية أرحب بكما ضيفي الكريمين، والبداية مع سؤال مشترك لكما أرجو الإجابة عليه بشكل مختصر. البداية معك سيد ناصر باقزقوز، من هو الطرف الذي يقف خلف عرقلة إطلاق سراح آلاف المختطفين والمخفيين قسريا وأسر الحرب؟ وأخوات مبارك إن شاء الله. من يقف خلف عرقلة إطلاق الأسرى والمعتقلين نعتقد أنه الطرف الثاني اللي هو الوفد القادم من الرياض. هو الوفد القادم من الرياض، نعم. إجابة مختصرة جيد سيد ناصر. السؤال لك سيد فيصل، يعني من هو الطرف الذي يقف خلف عرقلة إطلاق سراح المختطفين؟ الموضوع بغاية الوضوح، الطرف الذي يقف وراء عرقلة هذه الصفقة، صفقة المعتقلين، هم الطرف الحوثي، إذ أنهم يعارضون سواء المبادئ الدولية أو القرار الأممي 2216، يرفضون التعاطي مع هؤلاء المختطفين والمخفيين قسريا، لأنهم يعتبرونهم حقيقة عبارة عن، ماذا أقول لك، يعتبروهم رهائن، كما ارتهنوا الدولة اليمنية بكاملها، يعتبروا هؤلاء ورقة يضغطون من خلالها على المواطنين، لم يهتموا لا بعرف من خلال قيام النساء، نساء هؤلاء وأمهاتهم، بحرق ضفائرهن ولا يعني خمورهن، بل داسوا على هذه الأعراف وداسوا على هذه، نعم، إذن طرف الانقلابيين هم لا يعترفونهم، نعم، طرف الانقلابيين هم من يقف بكل وضوح وراء عرقلة يعني إطلاق سراح المختطفين. القرار ينص على إطلاقهم يعني. نعم، أشكركم ضيفي الكريمين، نعم. وأدعوكم والمشاهدين الكرام لمتابعة هذا التقرير الذي يرصد بعض محطات لملف المختطفين والأسرى وملابسات التعثر في مشاورة الكويت. يبلغ عدد المختطفين والمخفيين قسريا لدى ميليشيا الانقلاب بحسب التحالف المدني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان 12043 حتى نهاية مارس الماضي، منهم 2028 ناشطا مدنيا. يشمل هؤلاء شخصيات حكومية وسياسية كوزير الدفاع وفيصل رجب ومحمد قحطان. كون ولد الشيخ لجنة خاصة بالمختطفين من طرفي المشاورات بالكويت. قبل الكويت كان ولد الشيخ قد وضع الإفراج عن المختطفين كأحد إجراءات بناء الثقة في مشاورات بيال، لكن الإنقلابيين لم يفعلوا. مع بدء مشاورات الكويت صرح ولد الشيخ أن 50% من المختطفين سيتم الإفراج عنهم قبيل شهر رمضان، فبينما أفرج طرف الحكومة والتحالف عن عشرات الأسرى وجميع الأسرى الأطفال، امتنع الإنقلابيون عن الإفراج عن أي مختطف. انخفض سقف المبعوث الأممي وصولاً للمطالبة بتحسين ظروف المختطفين والأسرى كما جاء في تصريح له قبل أيام. أفاد ولد الشيخ في مجلس الأمن قبل أيام أن الإنقلابيين أفرجوا عن 400 أسير ومعتقل ورحب بهذه الخطوة. في الجلسة ذاتها نفى مندوب اليمن في الأمم المتحدة ضمنياً تصريح ولد الشيخ وقال أن المفرج عنهم متهمون بقضايا جنائية وينتمي بعضهم لتنظيم القاعدة.
قناة بلقيس حصلت أيضا على وثائق تفيد توجيه يحيى الحوثي لمصلحة السجون بالإفراج عن 82 شخصا منهم 72 مسجونا على ذمة قضايا جنائية متنوعة. لا يزال الانقلابيون يرفضون إطلاق سراح عشرات صحفيين مضربين عن الطعام منذ شهور وحالتهم الصحية متدهورة بحسب أهاليهم. على الصعيد المحلي أبرمت صفقات تبادل أسرى محلية بين فصائل في المقاومة وبين الحوثيين في تعز والبيضاء والجوف بمعزل عن مشاورات الكويت، بينما تظل الجهود الأممية قيد التعثر. بالعودة إليكم أعزائي المشاهدين وإليك سيد باقز قوز، هل يحدث أن تختطف دولة مواطنيها وتخفيهم قسريا وتحتفظ بهم في سجونها دون محاكمات وتمارس بهم ابتزازا سياسيا وأخلاقيا؟ هذا إذا ما أخذنا باعتبار أنكم دولة. أولا بالنسبة للتقرير هذا طبعا مليء بالمغالطات، والأرقام اللي يقال فيها 12,000، حتى وفد الرياض لم يأتي بهذه الأرقام. في البداية تقدم ب 8,000 وبعد ذلك تراجع وقدم لنا احنا كشف ب 2000 شخص، وبعد ذلك اعترف ب 183 شخص يعتقل لهم فقط. بالنسبة لسؤالك، نعم يعني للتوضيح فقط، يعني هذه الإحصائيات أخذت من رصد لبعض المنظمات المحلية منها تحالف رصد. المنظمات يعني ليست جهات رسمية، يعني ممكن ان يعني تكون على درايه بالاعداد الحقيقيه، لكن من هو رسمي هو ما يوضع في طاوله الحوار في الكويت. لم تاتي هذه الارقام ولم يعترف بها احد. انتم تجاوزتوا يعني الحدود في هذه الارقام 12,000، احنا لا ندري يعني من اين اتيتوا بهذه الارقام. طيب ضعنا في الرقم الصحيح سيد باقز قوز، وجاوبني على السؤال، لماذا تحتفظون بكل هذا العدد من المختطفين المدنيين تحديدا؟ ليس لدينا أي مختطفين مدنيين، وهذا كلام غير صحيح. هناك لدينا أسرى وهناك لدينا معتقلين. المعتقلين ماذا عن وزير الدفاع وعن فيصل رجب وعن محمد قحطان وعن عشرات الصحفيين وآلاف المدنيين الذين يعني تتوارد أسماءهم كل يوم على وسائل الإعلام ومناشدات أهاليهم لا تتوقف؟ اولا بالنسبه للاربع الاشخاص اللي ذكرتيهم، انه فيصل رجب او محمود الصبيحي، لم ناتي الى بيته نعتقله، تم اعتقالهم من داخل الجبهات وهم نعم. يقاتلون، هؤلاء اسرى حرب. طيب محمد قحطان، وحتى محمد قحطان مسؤول على كثير من الخلايا يعني الامنيه. محمد قحطان هو كان مسؤول ملف المجاهدين في 94 اللي دخلوا عدن. يعني هل أنتم مكلفون بتصفية حسابات 94؟ عفوا سيد ناصر، لا هو الرجل المدني يعني وتم اختطافه من داخل منزله، وتم اختطاف وزراء آخرين، تم اختطاف الأشور الذي تم إفراج عنه قبل أيام، عدد كبير من الناشطين السياسيين تم اختطافهم من داخل منازلهم ومن أماكن إقامتهم. نحن لم نختطف أي شخص، إنما هناك في دواعي أمنية، الأشور تم إطلاق سراحه، الدارحي تم إطلاق سراحه، هناك كثير من الصحفيين، لم نتعرض لأي حد، لكن أي شخص يتستر على خلايا أمنية سيتعرض بالملاحقة. نحن يعني لا نحقق يعني مع بعض الأشخاص، لكن بالنسبة إن نحن نختطف الناس بدون أسباب أو شيء من هذا الكلام، هذا يعني غير صحيح، ولذلك يعني يجب أن يكون يعني النقاش يعني واضح ومحدد. ماذا نريد؟ هل نحن نوافق على إطلاق الناس؟ نعم نحن نوافق على إطلاق الجميع، لا نريد أحدا يبقى في السجون. ما هي الأسباب اللي تعرضي لذلك؟ تقريركم متناقض، تقريركم يقولوا نعم أنت لم تجيبني لماذا تختطفون المدنيين؟ يعني تنقلنا إلى أسرى الحرب وعلى اعتبار أن وزير الدفاع أسير حرب، لكن لم تجيبني تحديدا عن المدنيين، لماذا تم اختطافهم من منازلهم ومن أماكن عملهم؟ أعطيني أسباب، من اللي قمنا باختطافهم؟ سوف ناخذ فقط من هم معروفون والذي عليهم قضايا رأي عام. لدينا أكثر من 10 صحفيين، ولدينا محمد قحطان هو الشخصية السياسية الذي كان دائما مرحب بالشراكة مع الحوثيين، والذي كان واحدا من قيادات مؤتمر الحوار، وقبله طبعا تم اختطاف أمين عام مؤتمر الحوار وتم إخفاؤه لفترة طويلة. يعني أنا أتكلم عن دأب الميليشيا لهذا السلوك، هذا ليس جديد عليها على ما يبدو. أولا نحن ليس ميليشيا،
دعونا نتكلم يعني بطريقة محترمة. نعم. لا نريد المواطن أن يستفيد. نحن ليس ميليشيا، نحن لا نتفاوض مع المجتمع الدولي، يسمون نحن وفد صنعاء، نحن لا نشتم أصحابنا القادمين من الرياض، نقول وفد الرياض، لا نشتم، لا نقول مرتزقة، لا نقول شيء. إذا تريدوها يعني حلقة للشتائم سوف نواصل شتائمنا. نعم. لذلك نعم انا كنت نعم اتمنى ان اتخاطب معكم خطاب غير الميليشيا، لكن هذه السلوكيات التي نراها على الارض لا تقوم بها الا ميليشيات وعصابات وقطاع الطرق. نعم ساعود اليك سيد باقز قوز وانقل هذا الطرح الى سيد فيصل المجيدي في الكويت ايضا. اذا يتحدث سيد ناصر بانه لا يوجد اساسا مختطفين مدنيين في سجونهم، يعني هذه جزء من المغالطات هذا الكلام جزء من المغالطات التي تتبناها الميليشيا بطريقة إيرانية بحتة. الوضع واضح تماما، هؤلاء حقيقة يقومون باختطاف المدنيين بشكل واضح. ضربت له أنت بمثل بمحمد قحطان، وهناك الصحفيين توفيق المنصوري، حسن عناب، أكرم الوليدي، عصام بلغيث، حارث حميد، هيثم الشهاب، هشام اليوسفي، هشام طرموم، عبد الخالق عمراني، وأيضا صلاح القاعدي وغيرهم الكثير. أخذوا صحفي لمجرد أنه راسل زميلا له في إحدى الدول وهو رضوان السماوي، كان مخزنا مع أحد زملائي الحوثيين، اختطفوه لأنهم وجدوا رسالة واتساب. أخذوا سالم عياش لأن لديه رسائل في الفيسبوك، هم يتعاملون مع هؤلاء الناس كرهائن، أصبحوا يسترققون الناس، بإمكانهم أن يختطفوا أي أحد مقابل مبالغ وفدية مالية، لم يحترموا الناس. هذا كشف مقدم من قبلهم، هذا الكشف أخذناه من قدموه للأمم المتحدة، وأرجو من المخرج إن أمكن أن يركز، مكتوب فيه التأريخ الاختطاف، أي أنهم مقرين باختطاف مدنيين. لا يمكن أن يقول عن أشخاص كانوا أو عسكريين أنهم مختطفين، هم الآن يختطفون المدنيين بعد اختطاف الوطن. وبالتالي هذه اللهجة المضللة والتي تمكنوا حتى من التضليل على الأمم المتحدة، والتي ترغب في تحقيق أي نجاح بعد أن قاموا هم بإفشال هذه المشاورات عند قيامهم بالإفراج عن ناس يعني انتهت محكوميتهم وكانوا متهمين بجرائم، وقاموا بتقديم تغرير وتدليس للأمم المتحدة باعتبارهم قاموا بالإفراج، مع أن هؤلاء الأشخاص الذين أفرجوا عنهم لم يوجدوا في كشوفات الحكومة المقدمة. كشوفات الوفد الحكومي الذي قدم 99% منه مدنيين معتقلين، سواء قادة أحزاب في المحافظات أو قادة رأي عام أو كتاب أو صحفيين، بإمكانهم الآن أن يزاودوا. هم بالله عليك عندما تأتي أمهات هؤلاء السجناء ويحرقنا يعني ضفائرهن ومقارمهن، وهذه تعتبر عند الشعب اليمني من الكبائر، يعني أن هذا العرف مؤثر على كل إنسان ذو ضمير وذو حي. هؤلاء لا يراعون، لم يراعوا الأعراف المحلية، لم يراعوا الدستور والقانون اليمني، لم يراعوا الاتفاقية الدولية، القانون الدولي الإنساني، القرار في مادته مادة الثانية الفقرة 6 يتحدث عن الإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم وزير الدفاع. وبالتالي المغالطات تستمر، هم من خلال هذه المغالطات لا يمكنهم أن يكشفوا مصداقية. يعني حتى الأخ الذي يتحدث باقز قوز هو كان في الحراك الجنوبي في الوقت الذي كانت تذبح فيه عدن، تذبح فيه حضرموت، وهو يقف في الطرف الآخر في يمين اليمين. هو كان يرفض من السابق منظومة الشمال بكامله، كان يرفض كل ما يتعلق بالجانب الشمالي حسب ما كان يعلن. نعم هذا ليس موضوعنا للأسف الشديد، ليس بمنطقة الدولة. أنا أقول سيدتي، أنا أتحدث عن منظومة الدولة، الناس يريدون عودة الدولة وليست ميليشيا تعيث في الأرض الفساد وتختطف الناس لمجرد آرائها. والله أنه من المعيب، لم نكن نتوقع أن يجدوا في الأساس في الجنوب أو في المناطق المدنية من يدافع عنهم، فضلا عن أن نجد من مناطق دعنا ننتقل تحديدا حضرموت. نعم يعني كل هذا الطرح بالإضافة إليه يعني نص القرار الأممي 2216 الذي يعني بعض التصريحات لأطراف من الإنقلابيين يتحدث بأن هناك فعلا نوايا لتطبيقه، غير أن الطرف الآخر هو من يعرقل كما جاء في طرحك سيد ناصر. نص القرار الأممي يتحدث عن الإفراج الفوري لوزير الدفاع وأيضا وجميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، هكذا هو نص القرار. لماذا لا تطبق هذا البند من القرار كجزء من
إبداء حسن النوايا، يعني يطمئن لكم الآخرين أو الآخرون. أولاً أنا برد على زميلي على الكلمتين اللي قالها، وبعد ذلك سأتطرق لسؤالش. أولاً أنا أفتخر أن كنت جزء من الحراك، والحراك الآن يقف ضد العدوان. لن أكون مرتزق سعودي ولا مرتزق أماراتي. أنتم تتكلمون وكأنكم يعني خاليين من العيوب. أنتم ترحلون الناس في قاطرات من عدن، حكومة الشرعية ترحل الناس من عدن بالقاطرات. من هو الانفصالي الآن؟ أنتم تعتقلوا في كل مكان. نحن الآن باعتراف المجتمع الدولي نحن أطلقنا أكثر من 400، كما أطلقتوا من المعتقلين. لا تأتوا يعني باسم الأمهات اليمنيين. نحن نريد نغلق هذا الملف. طيب، هذا ليس ملفنا اليوم سيد ناصر. يعني دعنا في السؤال الذي طرحته لك، لماذا لا تبدون حسن نوايا بتطبيق الفقرة الخاصة بالإفراج عن المختطفين السياسيين بحسب القرار 2216؟ نحن التزمنا للمجتمع الدولي أن نحن سنطلق الجميع، ليس هناك استثناء. من يذكر الاستثناء هم أنتم ووفد الرياض، يقول 4 أشخاص بس. من سلم المعتقلين والأسرى إلى السعودية؟ نحن استلمنا أسرانا من المملكة العربية السعودية. هناك أعداد كبيرة موجودة في الأمارات. من يسلم أبناء اليمن إلى دول العدوان؟ من؟ الحكومة الشرعية. نعم، هذا الحديث عن أسرى الحرب. إذا كان السعودية داخلة في الخط، إذا نحن نتحدث عن أسرى حرب. دعنا الآن في نقطة المختطفين المدنيين، يعني السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين لديكم. ليس لدينا أي سجناء رأي ولا مختطفين، لدينا معتقلين ولدينا أسرى. نعم، إذا أنت تتعامل مع محمد قحطان كأسير حرب. محمد قحطان أسير حرب ومسؤول عن لجان أمنية ولديه خلايا أمنية داخل صنعاء. لماذا لا يتم محاكمته ولماذا لا نعرف مكان تواجده حتى الآن؟ ستتم محاكمته. نعم، يعني أكثر عام على اختطافه هو دون محاكمات ودون أن تعرف أسرته عن مكان تواجده. الحرب مستمرة. هل هذا سلوك دولة أم سلوك عصابات؟ ليست سلوك عصابات، الحرب مستمرة. الجيش يبصف، المباني السجون ضربت. نعم، الدنيا حرب ولا من تصاحين ولا كيف؟ الدنيا حرب، تقول نحن حاكموهم الآن. نعم، سيد فيصل المجيدي، الخلط بين أسرى الحرب وبين المختطفين، وهذا ربما لم نسمعه فقط من السيد ناصر الآن، وإنما أيضا وجدناه في الخطاب الغير الواضح للمبعوث الأممي في حديثه عن الإفراج عن 400 شخص، وهو يتحدث عن معتقلين سياسيين، بينما لم نرى على الواقع إفراج عن أي شخص من المختطفين السياسيين. كيف يمكن أن نفرز هذين المفهومين؟ يعني طالما نحن نسمع الآن حديث عن أن شخصية مثل محمد قحطان يصنف كأسير حرب، يعني كيف يمكن أن نفهم قانونيا، كيف يمكن أن نفند هذين المفهومين؟ هذا نوع من التضليل الكبير. أولا هو يقول أنه من الحراك، أنا أتحداه أن ينزل الآن إلى عدن أو حضرموت. حتى ليس الناس الذين تم يعني اسمحي لي، هي نقطة مهمة مسألة أنه تم تطفيش بعض الشماليين، هي بالفعل جريمة، لكن أنا أتهم حراكه هو وليس الحراك الذي يحتضن الآن الحكومة في مدينة عدن، وبالتالي هم يتحدثون بأنهم قادة للحراك، في حين أن أبناء الجنوب يرونهم خونة، يرونهم أنهم باعوا القضية، باعوا لا أبناء لا الشعب اليمني بأكمله والجنوب بتحديدا. نعم، رديت على الفقرة الآن، دعنا في التفسير القانوني للمصطلحات. نعم، لأن يستعين اليمنيون بإخوانهم في الخليج الذين لديهم تاريخ مشترك وجغرافيا مشترك، خيرا من أن يذهبوا إلى قم ومشهد، القبلة سيدتي في مكة وليست في طهران. ما أريد أن أقوله فيما يتعلق بالتفريق بين الأمرين، الأسير والأسير الحرب، نظمته اتفاقية جنيف الثلاث، تحديدا المادة 3، والذي وضعت لأسير الحرب حقوق وجعلت الإفراج عنه عبر آليات دولية ممثلة بالصليب الأحمر وغيرها، وهذا أمر يتم في الجبهات. أما فيما يتعلق بالمختطفين والمخفيين قسريا، فهؤلاء يعتبر اعتقالهم جريمة حرب ولا تسقط في التقادم، ويدخل في هذه الجريمة كل القادة، قادة الميليشيا والمنفذين على الأرض، وبالتالي فحالة محمد قحطان وحالة 23 صحفي وحالة قادة الأحزاب والمنظمات الذين تم اختطافهم من مقرات الأحزاب، من منظمات المجتمع المدني، من صحفهم، من وهم
على الانترنت من يعني من كل هذه الأماكن، والذين أصبحوا بهم يبتزون الناس، أصبحت تجارة المعتقلين إذلال لهؤلاء الناس. يعني يخرج بعضهم كأنه كان في مكان لا يجد فيه أكل ولا شرب، هؤلاء يذلون العبادة والبشر. وبالتالي هناك فرق شاسع بين الطرفين، ولا يمكن أن نتحدث من ناحية قانونية عن تساوي. لا يمكن أن أتي بشخص ذهب إلى مدينة تعز أو عدن ليقتل الناس في الجبهات وأقول أنه يتم يعني مساواته مع صحفي يكتب بوست أو يكتب مقال. هذا حقيقة نوع من التضليل والتدليس الذي يريدون تسويقه، ووهم يريدون تسويقه إلى الناس، لا يملكون أي حجة. فعندما يقولون فقط أن تهمتهم فقط موالاة العدوان أو الذهاب مع يعني بتأييد العدوان كما يقولون، في حين أن محمد عبد السلام وقادة الحركة ذهبوا إلى الرياض ووقعوا اتفاقات. فإذا كانت هذه تهمة، إذن فليتم محاكمة محمد عبد السلام وقادة الحوثيين وعبد الملك الحوثي وكل من يتواصل مع الجانب السعودي حاليا. هم يكذبون ويتمتعون حتى بهذا الكذب، اكذب ثم اكذب حتى تصل إلى أن يصدقك الناس. حقيقة أنا ما كنت أظن أن مسألة الخطاب تصل إلى أنهم يريدون تجريم صحفي لمجرد الرأي، يريدون تجريم شخص لمجرد أيضا أنه كتب فقط يعني مناهضة لعمل الميليشيات التي اختطفت دولة. نحن نرى أنهم لم يسقطوا فقط حكومة أو سلطة، هم أسقطوا دولة بكاملها. تتحدثين عن دولة الغاب، الآن بإمكانهم أن يختطفوا أي شخص دون أن يعرف عنهم أحد. الأرقام الموجودة الآن هي التي تم رصدها، هناك أرقام مهولة حقيقة لم يستطع الوصول إليها أحد. الناس في أقبية، حتى أصبحت المساجد، أصبحت المنازل، أصبحت كثير من المواقع الحكومية تعد أماكن للزنازين التي يدخلون فيها الناس. إضافة أيضا لجريمة الاختطاف سيد فيصل، هناك أيضا جرائم أخرى تترتب على هذا الاختطاف، منها جريمة التعذيب التي طالت عدد كبير من المختطفين، خاصة أولئك الذين خرجوا من معتقلات الحوثي وشاهد الجميع على وسائل الإعلام أثر التعذيب الشديد عليهم، ومنهم الذي لقى حتفه بسبب التعذيب، ومنهم أيضا الذي خرج بإعاقة دائمة من سجون الحوثي. سيد ناصر باقزقوز، كيف تنظر أنت إلى هذه الجرائم وكيف يتم معالجتها في لجنة المختطفين والمعتقلين في الكويت؟ أتحدث عن جرائم التعذيب وأيضا جرائم القتل داخل السجون، سجون الانقلاب، إضافة إلى حرمان الأهالي من زيارة أهاليهم ومعرفة أماكن تواجدهم. طبعا استلمنا أكثر من 400 أسير من المملكة العربية السعودية، ومعظم الأسرى كانت أطرافهم مقطعة وتم تعذيبهم هناك. نعم. أيضا هناك مجاميع من الأسرى موجودين في عدن، ونعلم أن القاعدة بثت أكثر من شريط وكيف تم إطلاق صواريخ كاتوشة على أشخاص، كيف تم تفجيرهم في قوارب الصيد. نحن نعلم من يعذب الناس. نعم. أما أنه يعني اسألوا الأسرى، نحن الآن أطلقنا أكثر من 600، وفد الرياض أطلق كم؟ أعطونا إحنا إحصائية، من يطلق الناس، نحن أو أنتم؟ إحصائية عن ماذا؟ بالنسبة لا أريد أن أتجرجر لأمور شخصية. أنا صحيح لا أستطيع العودة إلى حضرموت ولا أستطيع العودة إلى عدن لسبب بسيط، لأن الأمارات والسعودية متواجدين هناك، لن يقبلون أشخاص مثلنا ضدهم. الحراك الذي تتكلم عنه لا يمكن أن يؤيد عاصفة الحزم، من اشترته السعودية. أما بالنسبة لعبد السلام، عبد السلام ذهب إلى ضحران الجنوب من أجل إيقاف الحرب على بلده. هذا فرق كبير بينه بين الذي ذهب إلى السعودية من شان يأتي بالطائرات تقصف أرضه، تقصف أهله. نعم. لا تزاجده. ولماذا لم يتعامل مع أبناء بلده بنفس الطريقة وبنفس الأخلاق الكريمة التي تعامل بها مع السعودية؟ ومن قالش أنه لا يتعامل؟ كيف يعني؟ اثبت لنا أنكم أطلقتم سجيناً واحداً من اليمنيين من سجناء الرأي. أنتم تتكلموا على سيد ناصر، اذكر لنا اسماً واحداً، اذكر لنا اسماً واحداً من سجناء الرأي الموجودين لديكم تم إطلاقه كما فعلتم مع أسرى السعودية. أنتم تتكلمون على 10 صحفيين لا ندري من هم، ولم يقدموا على طاولة المفاوضات ولم تذكر أسماءهم في الكشوفات التي قدمت لنا. لم يذكر اسم محمد قحطان على طاولة المفاوضات؟ يا أختي العزيزة، لم يذكر. محمد قحطان رجل سياسي عسكري،
نعم رجل سياسي عسكري. طيب ما انتم افرقتم عن اسرى عسكريين سعوديين، افرقوا عن هذا العسكري ايضا، العسكري محمد قحطان، اعتبروه اسير حرب سعودي. نحن لا مانع لدينا، التزمنا امام الامم المتحده ان نحن نطلق الجميع. اليوم كنا في اجتماع مع لجنة الأسرى ملتزمين ان احنا سنطلق الأربعة الأشخاص اللي موجودين في قرار مجلس الأمن، مقابل نطلق كل الناس. الآن 1700 أسير موجود في الجنوب. نعم، لماذا لا تطلقوه؟ ما الذي يمنعكم؟ وما الذي يمنعكم من إطلاق سراح الجميع؟ الطرف الثاني لا يريد إلا إطلاق الأربعة وليس له أي علاقة بالبقية. لم يعترف إلا ب 183 شخص عنده. نحن نقول لهم تعالوا نطلق الجميع. ليس استثناء لا محمد قحطان ولا الصبيحي، الكل سوف يخرج. نعم. طيب سيد فيصل، إذن الوفد الانقلاب مستعد لإطلاق سراح الجميع، إلا أن وفد الشرعية كما يتحدث الآن سيد ناصر يرفض ذلك ويتعنت إطلاق سراح المختطفين لديه. سيدتي بالمناسبة، أولا تم الإفراج عن 116 شخص قاتل في مدينة تعز، وهذا تناولته جميع الأخبار، وولد الشيخ لم يذكر هذا الكلام، وهم أناس نعم هذا خارج إطار المفاوضات المدينة. هذا خارج مفاوضات الكويت، هذا كانت ضمن مبادرات محلية. أنا أريد نعم أنا أرد على ما يقول أنه لم يتم إفراج عن أحد. الشيء الآخر، مسألة الحكومة سبق لها وأن اقترحت أولا الإفراج عن 50% فوافقوا، ثم قالت الحكومة أنها على استعداد عن الإفراج عن كل القتلة، مع أنهم أنا أعتبرهم قتلة هؤلاء الأشخاص، لأنهم تم القبض عليهم في يعني ثكنات الحرب وهم يقاتلون، في حين تقارني لي أشخاص مدنيين صحفيين. أنا تلوت لك أكثر من 10 أشخاص أو 11 صحفي في سجون وأقبية الحوثيين، وبالمناسبة هم الآن قدموهم إلى محكمة أمن الدولة التي كان لنا ملاحظات عليها، النيابة الجزائية المتخصصة ومحكمة الجزائية المتخصصة بأنها محاكم أمن دولة لا تكون إلا في الجرائم التي الخطيرة. أما هؤلاء الصحفيين لا ينبغي في الأساس أن تكون لهم أي تهمة، باعتبار أن رأيهم حقيقة يحق لهم أن يكون لهم حرية الرأي، ومع ذلك تم القبض عليهم لمدة سنة كاملة. أنا أقول أن هؤلاء المعتقلين السياسيين حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عنهم من قبل ميليشيا الحوثي، ولم يفعلوا الحكومة ووفد الحكومة اليمنية قدمت اقتراحا بالإفراج عن كل المعتقلين من الطرفين، غير أن الحوثيين يتمسكون فقط بالإفراج عن المقاتلين في الجبهات، مع أن للحكومة أن تتمسك بالقرار الأممي 2216 وليس فقط الأربعة. القرار الأممي يتحدث عن جميع المعتقلين السياسيين وكل ومعظم، أنا أقول 99% من كشوفات التي قدمت من الحكومة اليمنية هم مدنيون، ومع ذلك لا توجد أي ضمانة من الحوثيين حتى إن تم الإفراج عن هؤلاء ألا تعاود باليوم الثاني اعتقالهم وتقوم بالابتزاز بهذه المسألة الإنسانية. هي تبتز بالمواطنين، بإذلال المواطنين، بإذلال الأسر، بإذلال النساء، تتمتع بهذه الأفعال حقيقة الخارجة عن الدين وعن الأعراف وعن القوانين، تتمتع بإذلال الناس وبجعلهم مجرد رهائن. هم وافقوا في البداية على إطلاق جميع المعتقلين، ثم عادوا مرة أخرى وأرادوا الخلط، لأن مسألة الأشخاص الموجودين في الجبهات لدى الأمم المتحدة آليات محددة من خلال التأكد من وجودهم، أما المدنيين المعتقلين فهم محدد تاريخ اختطافهم وأماكن سجنهم. حتى الانقلابيين أنفسهم، وكم قدمت لكم بالكشف، حددوا أماكن اختطافهم وتاريخ هذا الاختطاف وكل البيانات المتعلقة، ومع ذلك هم لا يزالون يساومون بهؤلاء المدنيين ولا يريدون مطلقا إطلاقهم. يريدون من خلالهم ليس فقط أن يطلقوا أسراهم، ولكن يريدون الابتزاز بمسائل سياسية، يعرقلون في لجنة المعتقلين كل العمل السياسي، همهم فقط، وهذا ليفهم شعبنا الوطني، همهم فقط السلطة، همهم فقط يريدون الاعتراف بأنفسهم كسلطة على أرض الواقع، ومن خلالها يريدون الانقلاب على أي اتفاقيات سياسية كما فعلوا وكما هو ديدنهم. نعم سيد ناصر باقص قوز، يعني وفد الحكومة يتحدث بأنه ليس لديه أي سجين سياسي من طرفكم، ويتحدى أيضا يقول بأنه أن تحدى الطرف الآخر أن تحدث أو يذكر اسم واحد لسجين سياسي لدى طرف الحكومة، وأن كل من لديهم هم عبارة عن أسرى حرب وأطفال تم أسرهم من جبهات الحرب.
هل يمكن أن توضح لنا أنت لماذا يعني تحتفظ الميليشيا ميليشيا الإنقلاب بهذا العدد الكبير من المختطفين المدنيين والسياسيين بمقابل أسرى حرب، وتريد أن تقايض قتلة بمدنيين تم اختطافهم من منازلهم؟ أولا بالنسبة لتقريركم يقول أنه لم يطلق سراح أي شخص، والآن ضيفش الكريم يقول أنهم طلقوا أكثر من 83، هذه واحدة. 83 قاتلا كما ورد في التقرير، تم إطلاق 83 قاتلا من السجون نعم، وقد تم عرض وتم عرض وثائق وكشوفاتهم، يعني جميعهم قتلة ومتورطون في جرائم حرابة واغتصاب وقتل. ليس صحيح هذا. أولا أهانة لمن تسمونهم المقاومة في تعز. أنتم تسمونهم مقاومة في تعز، نحن قمنا بأسرهم وتبادلهم بأسر لنا. هذه لابد حقيقة تفهموها مهما غلطوا فيها. من أطلقنا سراحهم هم مقاتلين ينتمون لمن تسمونهم المقاومة. هذا أولا تضليل. الشيء الآخر، لا أتحدث عن تعز، الحديث عن عمران وعن إب، من تم إطلاق سراحهم من هناك هم عبارة عن قتلة وكشوفاتهم تم عرضها في وسائل الإعلام. أنتم تقول إيش قتلة؟ كيف يعني قتلة؟ نعم، أنتم تأتوا بالتهم لا أدري من أين تأتوا بها. أولا بالنسبة أنتم تذكروا الآن أنه تقريركم يقول أنه 12,000 تم تقديم أسماءهم يعني باعتبارهم يعني معتقلين عند أنصار الله. لماذا طالبوا إلا بعشرة أشخاص؟ لماذا طالبوا بأربعة؟ لماذا يا سيدي نحن نطالب؟ يبدو أنك لا تتابع الإعلام. الإعلام يطالب يوميا كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تطالب وتناشد الحوثيين وتناشد يعني الانقلابيين باطلاق سراح ابنائها. تقريبا لا يخلو يوم من عشرات بل مئات المناشدات لاطلاق سراح ابنائهم. ايضا على مستوى المشاورات نحن نسمع تصريحات يوميه المسؤولين الحكوميين باطلاق سراح المعتقلين، جميع المعتقلين السياسيين والمختطفين السياسيين لديكم. ايضا نحن سمعنا اكثر من خطاب لولد الشيخ يناشد، وصل الى حد المناشده لاطلاق السراح. ايضا تطبيق القرار الاممي الذي ينص على اطلاق جميع السجناء السياسيين. نحن عملنا يا استاذ، نحن عملنا اتفاق ان نطلق الناس كلها. قدمنا 500 شخص، قلنا هؤلاء سنطلقهم فورا. الطرف الثاني رفض اطلاق اي شخص من طرفه. نحن أسرانا الآن في الأمارات، أسرانا في عدن، أسرانا في السعودية، يتم تسليم مواطنين يمنيين إلى السعودية. في الإمارات لديكم أسرى في الإمارات؟ لدينا أسرى في الأمارات، سلمهم المقدشي وأصحابه إلى الإماراتيين. الآن الإمارات تعتقل في أبناء حضرموت وتقوم بترحيلهم إلى الإمارات. هل كان فعلا اسم أحمد علي وارد في الكشف؟ أحمد علي عليه إدامة جبرية في الأمارات. نعم، كان واحدا من ضمن المطلوب إطلاق سراحهم. إذن على رأسه أحمد علي. نعم، إذن أنت تؤكد هذه المعلومة بأن أحمد علي هو واحد من المختطفين الذين طالبتم بإطلاق سراحهم؟ نحن لدينا أسرى بالآلاف موجودة عند المرتزقة، لابد يطلقوا سراحهم. لن نطلق أي شخص أسير لدينا إلا بتبادل. هذا لابد تفهموه. لماذا يحتفظوا بالناس؟ لماذا ترحل اكثر من 700 800 يرحلونهم للسعوديه للامارات؟ باي حد؟ لا يمكن ان تطلق شخص. هم زعلانين لان نحن اطلقنا ناس مقاتلين من تعز، حتى هذا يعني انتم زعلانين منه ليش؟ لا احنا مش زعلانين سيد ناصر، فقط لتفكيك الامور. يعني دعنا نفصل مفهومين، مفهوم اسرى الحرب، ولن يكون حديثنا الان حتى لا ندخل في هذا النقاش الطويل، اسرى في الامارات واسرى في السعوديه، دعنا نتحدث عن مختطفين سياسيين. هل لديكم مختطفين سياسيين لدى طرف الحكومه؟ ليس لدينا اي مختطفين، هناك معتقلين. طيب هل المعتقلين يتم إخفاؤهم قسريا لأكثر من عام ويحرم أهاليهم من معرفة أماكن تواجدهم وتحرم الجهات الدولية نعم للإطلاع على أماكن تواجدهم وتفقد أوضاعهم؟ يا أستاذة قبل قليل الضيف يقول أن الصحفيين تم عرضهم على المحكمة الجزائية. نعم بعد عام. يقولون نحن مختطفين. أي اختطاف؟ أنتم الآن تتكلموا أنه تم عرضهم على المحكمة مش عارف إيش. طيب هل هذا يغير من كونهم مختطفين سياسيين؟ انا لا اعترف انه نحن اختطفنا حد. الصحفيين يملؤون صنعاء ويملؤون تعز بالالاف. الصحفيين اليمنيين موجودين داخل اليمن،
لماذا نحن نعتقل 10 اشخاص تتكلمون عنهم؟ يا سيد ناصر، لا يوجد في اليمن اي صحفي معارض لكم، الا يعني يبدو انك مغيب عن الوضع. لا يوجد في صنعاء اي صحفي معارض لكم، كل صحفي معارض للميليشيا هو اما في المعتقل او لاج او هارب خارج البلاد او في المقبره. هذا هو وضع الصحفيين في صنعاء المعارضين لكم. ليس صحيح، صحفيين المرتزقه وصحفيين الاصلاح هم من خرجوا من اليمن بس. نعم، انتم وفرتوا لهم كل شيء وخرجوا، هذا ليس صحيح. صنعاء مليئه بالصحفيين والصحفيين الجيدين. نعم نعم استاذ فيصل، فيصل مجيدي، اذا الوضع في نعم الوضع في البلد على ما يرام، والصحفيين في صنعاء يمارسون حرياتهم ولا يتم اعتقال اي صحفي في نعم. اتمنى ان يكون الصوت واضح بالنسبه لك. الوضع في اليمن واحد، الديمقراطيه ومساله حقيقه سعه الراي موجوده والصحف تصدر والقنوات لم تخرج اي قناه. الوضع في صنعاء مذبحه، اصبحت صنعاء جرداء، لا يوجد فيها اي صوت الا صوت المسيره وصوت الاصوات التي تقف مع الانقلابيين، اما اي صوت اخر سواء كان حزبي او مستقل فقد تمت اما ان يكون سجينا او في قبره او يكون مشردا بالمحافظات الاخرى التي لا تخضع لهؤلاء الانقلابيين أو تم سفره إلى الخارج. الوضع في صنعاء حقيقة لم يسبق أن تم ذبح الحقوق والحريات في صنعاء طوال قرون سابقة كما حصل الآن. هذا الرجل يتحدث حقيقة وهو مغيب تماما عن الوضع، لا يعرف ما يحصل في صنعاء، كأنما تأتي له تقارير مع أنه يقول أنه يعيش في صنعاء. أنا أتساءل لماذا لم يسمح لأسر الصحفيين وهم عددهم 23 صحفي وليس فقط 10 أشخاص، إضافة إلى 3300 مدني تم اختطافهم، لماذا لم يسمح لأسرهم بزيارتهم؟ هناك محامين، هناك صحفيين، هناك قادة سياسيين، قادة أحزاب، قادة منظمات مجتمع مدني، كل هؤلاء في السجون، مفسبكين عاديين، طلاب مدارس، أطفال معتقلين في سجون الميليشيا، لم يسمحوا حتى لأسرهم بزيارتهم. أنا أتساءل، القانون اليمني يقول بأنه لا يجوز اعتقال شخص لمدة تزيد عن 24 ساعة ويجب أن يحال إلى المحاكمة. الآن بعد ضغط المنظمات الدولية وبعد إضراب هؤلاء الصحفيين عن الطعام تم إحالتهم، بعد سنة تم اعتقالهم في 9 يونيو 2015، وحتى هذه اللحظة تم إحالتهم إلى النيابة التي لا تحاكم فيها إلا الأشخاص الخطيرين في جرائم يعني مخلة بأمن الوطن وليس عن كتابة رأي، وهذا الأمر حقيقة مخالف للدستور وللقانون. أنا أريد أن أسأل السيد باقز قوس، لو كان ابنه هو المعتقل، لو كان أبوه، لو كان يعني أحد أقاربه، كيف كان سيكون وضعه؟ لو أن يعني ابنته أو امرأته أتت إلى السجن ثم أحرقت ظفيرتها أو شعرها، كيف سيكون موقفه؟ لماذا ترضون للناس بالإذلال ولهؤلاء المدنيين الذين كانوا يشاطرونكم الحوار؟ وعلى ذكر النساء اللاتي نعم على ذكر النساء اللاتي خرجنا للمطالبة بالإفراج عن ذويهم في السجون، وقد يعني أغلقت في وجههن جميع السبل، يعني يبدو أن القانون أصبح بالنسبة لهن يعني أمرا مستحيلا، وأيضا مسألة مناشدة الدولة وقنوات الدولة لم تعد لها أي مجال لمناشدتها، فلذلك رأيناهن لجأنا إلى المناشدات الإنسانية والأخلاقية، مناشدة المروءة والشهامة في هذا الطرف الذي يختطف أبنائهن. نذهب وإياك أستاذ فيصل أستاذ ناصر إلى هذا الفيديو الذي يعرض بعض مناشدات أمها وأهالي المختطفين في سجون الميليشيا. أشهدكم الله، أنا أشهدكم الله، اخرجوا عيالنا، اخرجوا أخواتنا، أنا أشهدكم الله بحق الأخوة، بحق الإسلام، خافوا من الله، إحنا كلنا يمنيين، كلنا مسلمين، إحنا أخوة، أنا أشهدكم الله، أنا أشهدكم الله، يا أخوانا اخرجوا على أخواتكم وعيالكم، يا رب فرج عليهم واهديهم يا الله، يا الله اهدي اهل اليمن كلهم يا الله، يا الله اهدي اهل اليمن يا الله، انا اشهدكم بالله، انا اشهدكم بالله، اخرجوا عيالنا، اخرجوا عيالنا، بحق الاخوه، بحق الدين، بحق نعم سيد ناصر باقز قوز، يعني يوم غابت الدولة وغاب القانون لجأت أمهات وذوي المختطفين مناشدتكم باسم الأخوة وباسم المروءة وباسم الشهامة لإطلاق ذويهم المختطفين منذ ما يزيد عن عام، ألم تحرك هذه المناشدات فيكم أي ساكن سيد ناصر؟
طبعا يعني نحن لا يعني لا نرضى يعني الا باطلاق الجميع. نحن منذ البدايه في الكويت يعني لابد قررنا لابد اطلاق الجميع من الطرفين، الام التي ابنها اسير في السعوديه، الام التي ابنها اسير في عدن، الام التي ابنها اسير في تعز. الكل يبكي. يا سيد ناصر دعني اقاطعك، اعتذر. الام التي ابنها في السعوديه والتي ابنها في عدن والتي ابنها في تعز هي قبلت او ربما هو قبل ان يذهب ليقاتل في تلك المناطق، لكن الام التي ابنها اختطف من صنعاء من داخل منزله او في تعز او في اب من داخل منزل او من داخل مقر عمله، ما ذنبه يعني؟ لماذا تقارن هذا بذاك؟ انا من البدايه قلت لك لم نختطف اي شخص. نحن موافق ان نوافق على اطلاق الجميع. لماذا انتم تريدون الصبيحي فقط؟ لماذا يا سيد لا نتحدث عن الصبيحي، نتحدث عن جميع المختطفين السياسيين. لا يمر يوم الا تختطفوا عدد من الصحفيين المعارضين والاطباء والاكاديميين. سيد ناصر يعني لا مجال حتى لذكر ولي حصر المختطفين السياسيين لديكم. لدينا من اطلاق الجميع، لكن لابد يكون الكل يذهب الى الجهه التي يريدها. لابد ان نطلق الناس جميعا. نحن لا نختطف اي شخص دون اي سبب. لا تكذبوا على الناس. ولا لم 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 الى الان يعني انا استغرب عندما يعني تستدعوا الجانب الانساني. انتم استدعيتوا الطائرات تقصف اليمن، اليمن الان محاصر. من يقتل الناس في صنعاء تعتقدين؟ من يقصف الان بالطائرات؟ هذا ليس موضوعنا الان، ليس موضوعنا الان. اللي يبكر. نعم هذا موضوع طويل، هذا موضوع طويل وطبيعي بان الطائرات هي واحده من تداعيات الانقلاب سيد ناصر باقز، لكن نتحدث الان جانب انساني وحقوقي بحت سيد ناصر، يعني دعنا من الطائرات وتفاصيل الانقلاب وتداعياته. لماذا لا تبادروا انتم اذا كان حديثك صحيحا بان الحكومه ترفض ان تطلق الاسرى، لماذا لا تبادروا انتم وتطلقوا سراح السجناء السياسيين كما اطلقتم سراح القتله واصحاب السوابق؟ نحن اطلقنا، لم نطلق اصحاب السوابق، نحن اطلقنا اكثر من 600 شخص خلال شهر رمضان، ومستعدين نطلق لاعداد كبيره. اي اشخاص لدينا لماذا اذا لا لماذا ليس بين من تذكرهم الان اي شخص من هؤلاء من سجناء الراي او من المختطفين سياسيا؟ ليس لدينا اي سجناء راي. انا اقول لك ليس لدينا اي سجناء راي. الصحفيين ماذا تسمونهم انتم؟ لو طرف الرياض لم يقدم لنا اي كشف. نعم انتم ماذا تسمون الصحفيين المختطفين لديكم؟ ماذا تسمونهم؟ ليس لدينا صحفيين مختطفين، هؤلاء عليهم قضايا جنائيه. ما هي هذه القضايا الجنائيه؟ طبعا هناك خلايا امنيه دائما يتبجح المرتزقه ان الثوره ستقوم من صنعاء، ان قواتنا داخل صنعاء، انه مش عارف ايش. امس يعني اكبر عمليه لمداحمه البيت في وجدت المتفجرات. لماذا لا توجد الان القاعده في صنعاء؟ لماذا لا توجد عمليات التفجير في صنعاء؟ تعتقدي ليش انت؟ هؤلاء هي الخلايا. ما علاقة ما تذكره الآن بصحفيين رأي وأنت الآن ربما ذكرت بأنه يكتب ويقول، يعني تتحدث بأنه تم اختطافهم وإخفاءهم لمدة عام لمجرد أنهم عبروا عن رأي يعني هنا أو هناك، يعني ولا أدري أيضا أنت تصر أيضا بأن محمد قحطان السياسي محمد قحطان والقيادة الحزبي هو من أسر الحرب، وهذا منطق أنا شخصيا لا أفهمه، لكن ربما السيد فيصل المجيدي يفهم ما تريد أن تصل إليه. أستاذ فيصل، وهو سؤال أخير يعني ردا على ما طرحه السيد ناصر باقزقوز بأن الصحفيين هم ليسوا سجناء رأي، وأيضا ماذا عن وعود السيد ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي عن إطلاق سراح 50% قبل انتهاء شهر رمضان، أين تبخرت هذه الوعود؟ أنا أتحدى السيد باقزقوز يعطيني صحفي أو مدني أو شخص ممن تم إخفائهم قسريا تم الإفراج عنهم. هم يسوقون لأكاذيب ولتضليل. أنا أعطيتكم كشف مقدم من قبلهم بأسماء المدنيين المعتقلين، ومكتوب في الكشف تأريخ الاختطاف، أي أنهم يقرون بأن هناك مدنيين مختطفين. قدموا كشوفات تم اختطاف العدد الذي قدموه هم بأنفسهم 508 إلى الأمم المتحدة، لكنهم يمالون في الكذب، يكذبون، يضللون. الحقيقة أن الصحفيين لا يمكن أن يكونوا حربيين. الأستاذ محمد قحطان وغيره من قادة الرأي الذين وعددهم 3300 معتقل مدني يريدون فقط أن يدخلوا
يدخلون في آليات محددة متعلقة بالصليب الأحمر، ومع ذلك الحكومة اليمنية قالت من أول يوم أنها على استعداد لإطلاق الجميع، لكن ينبغي الأول الالتزام بالقرار الأممي 2216 والإفراج فورا عن المدنيين المحددة أماكنهم. أما الأشخاص الذين تحتاج هناك آليات للأمم المتحدة لبحثها فعلى استعداد للتعاون من الطرفين، ومن ثم الإفراج عن كافة المعتقلين العسكريين بغض النظر عن العدد. أفرجوا عن مدنيين، لا يعني حتى الأشخاص الذين يذكرون بأنه تم اعتقالهم من السعودية، هؤلاء تم اعتقالهم في الحدود وهم يحاربون ولم يكونوا يحملوا الورود. حتى الأطفال الذين تم إطلاقهم 54 طفل، هؤلاء لم يتم مراعاتهم من قبل جماعة الحوثي، ذهبوا بهم أخذوهم من المدارس إلى المدارس بدلا من أن يدرسوا، يعني انتهكوا حقوقهم. لماذا إذن لماذا الشيخ يطلق تصريحات لا علاقة لها بالواقع؟ يعني تحدث عن إطلاق 50% من المختطفين قبل نهاية شهر رمضان، ثم تحدث عوضا عن ذلك عن تحسين معيشتهم في السجون. ولد الشيخ كان يسعى لتحقيق أي نجاح لكنه فشل بسبب العراقيل التي اضطعها الجماعة الحوثية، لأنهم هم في الأساس سيدتي يأتون في أول النهار ويوافقون على المقترح وينقضونه في نهاية النهار. هذا هو الأسلوب الإيراني المتبع. الإيران استمرت بالمفاوضات 10 سنوات أو أكثر من أجل ملفها اليمني النووي، نقلت هذه العدوى إلى الحوثيين الذين يكذبون في اليوم عدة مرات، وبالتالي إذن هو واقع تحت الآن سيدتي يمكن أن يتم الإفراج عن جميع واضح فكرتك بأن ولد الشيخ واقع تحت تضليل وعود من الإنقلابيين. سؤال أخير سيد ناصر باقزقوز، وأرجو منك إجابة صريحة واضحة ومسؤولة منك كعضو في لجنة المختطفين والمعتقلين في الكويت، أين هو محمد قحطان؟ بالنسبة أدعينا المرة أجاوب على لا وقت لدينا، يعني انتهى الوقت، أرجو فقط في أقل من دقيقة أن تجيبني أين هو محمد قحطان. لا أدري وين محمد قحطان. لا تدري؟ لا أدري. شكرا جزيلا. نعم شكرا جزيلا سيد ناصر باقزقوز عضو وفد الانقلاب في الكويت، وسيد فيصل المجيدي الناشط والحقوقي والقانوني. أشكركم أعزائي المشاهدين. في ختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء تقبلوا تحياتي، أنا أسوان شاهر، ومن الإعداد أسامة القطيبي وكافة الفريق الفني للبرنامج. نلقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد، في أمان الله.